ابتداء من يوم الأحد 6 فبراير راح يتم عرض الحلقة الأولى لمسلسل رياح الحب الموسمية، مكان مسلسل على قيد الحياة. وهالمسلسل هو من بطولة ناكول مهتا وديشا برمار، وهو نسخة جديدة لأحد أنجح المسلسلات اللي عرض سنة 2011 وحقق نجاح كبير. ولذلك قررت الشركة المنتجة عرض نسخة جديدة، وناكول كان الاختيار الأول لدور البطولة بحكم نجاح دوره في مسلسل العشق جنون وامتلاكه لقاعدة كبيرة من الفانز في الهند والوطن العربي. أما ديشا فكانت ثالث واحدة عرض عليها الدور بعد ما رفضته ممثلتين قبلها. والصدفة أنه ناكول وديشا بدايتهم كانت سوا في التلفزيون لما قام ببطولة مسلسل سنة 2012 وحقق نجاح كبير. ومسلسل رياح الحب الموسمية بيقدم قصة رجل أعمال نشيط ومتفتح وبيعشق الحب، أما البطلة فهي رافضة للحب بعد تعرضها لصدمة عاطفية. لكن لما رح يلتقوا سوا، هل قراراتهم رح تتغير؟ الجواب رح نكتشفه في أحداث مسلسل رياح الحب الموسمية اللي رح يعرض ابتداء من يوم الأحد 6 فبراير على الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية. لا تنسوا لايك واشتركوا في القناة.